ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. لفظ أحد المصلين أنفاسه الأخيرة قبل قليل من يومه الثلاثاء وهو ساجد خلال أداء الصلاة داخل مسجد يوجد بجنوب مدينة أسفي. ووفق مصادر محلية لماروك أخبار يومية، فإن المصلين تفاجأوا خلال أداء الصلاة بمسجد الزاوية بعدم تحرك المتوفي البالغ من العمر قيد حياته 87 سنة من مكانه وهو في وضعية السجود ليتبين أنه فارق الحياة. وأشار المصدر ذاته أن المصلين قاموا بالتكبير للتعبير عن فرحتهم بوفاة هذا المسن وهو ساجد داخل المسجد وقاموا بتقبيله، فيما قال آخرون أن المسن يداوم على الصلاة وكان أول الحاضرين في المسجد طول حياته. الحمد لله، الحمد لله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله. كنا في الصغور هذا عطوا وصلنا قبوه، حنا ما كنعرفوش وقت في المسجد، الحمامة في المسجد، شو الكوبية دائما في المسجد. سبحان الله. يدخل هو الأول في الخلفة. سبحان الله. سبحان الله. الحمامة في المسجد، دائما في المسجد. وهذا فضل على الله عز وجل. لا إله إلا الله. نشكركم على حسن المتابعة، قناة ماروك أخبار يومية.